أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الظهيرة عبر إخبارية التلفزيون الجزائري. ملفنا الأول اليوم سيكون حول التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية برجان. نتحدث بعدها عن المناولة في قطاع الصناعة وما المنتظر منها في تدعيم الاقتصاد الوطني. نعرج بعدها على مجمل التخصصات المطروحة في الدخول التكويني المقبل فيما يخص السياحة. ظهيرة دائما معكم، ابقوا معنا. إذن التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري جريمة دولة مع سبق الإصرار ضد الشعب الجزائري. هذا وبالمناسبة أقول أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد دربيقة على إحياء ذكرى التفجيرات النووية برجان، حيث أعطيت إشارة انطلاق قافلة تضامنية مع المتضررين من الانفجارات. بعدها رفع العلم الوطني وسط مدينة رجان، ووضع إكليل من الزهور، وقرأت فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. بالمناسبة أكد العيد دربيقة حرص الدولة على الحفاظ على وصيانة أقول الذاكرة الوطنية. إذن التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري وصلت إلى حد إبادة جماعية مؤجلة، وهي ما لا تزال تخلف ضحاياها إلى حد الآن. حديثنا في ملف الظهيرة الأول حديث عن التفجيرات الشاهد على همجية المستثمر الفرنسي في انتهاك الروح والكرامة البشرية. لتفصيل أكثر أسعد معكم مشاهدينا الكرام بالترحيب بالبروفيسور محمد ياحي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. أهلا بكم بروفيسور، شكرا على تلبيتي الدعوة. أهلا وسهلا وشكرا للدعوة. إذن هي الذكرى 63 لهذه التفجيرات المشؤومة، الجريمة التي لا تسقط ولن تسقط بالتقادم بروفيسور. بالفعل هذه جريمة قام بها الاستعمار الفرنسي أيام الاحتلال الجزائر سنة 1960، بالضبط في مثل هذا اليوم في 13 من شهر فبراير من سنة 60، مع سبق الإصرار والترصد، لأن هذه الجريمة بدأ يحضر لها الاستعمار الفرنسي منذ أربعينيات، أي منذ تحرير فرنسا في سنة 44 بقيادة الجنرال دوغول أنذاك. فمنذ ذلك الحين كانت الولايات المتحدة هي الأولى في صنع القنبلة الذرية سنة 42، وقامت بإلقائها على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، واللي كانت فعلا ساعدت في وقف الحرب العالمية الثانية بالنسبة لليابان. ثم تلاها الاتحاد السوفيتي عامين من بعد في 47، أنتج قنبلته الذرية، وبدأ هناك في العالم الحديث صراع محموم حول الحصول على هذه القنبلة والدخول إلى النادي النووي. بالفعل فرنسا في هذا الأثناء بدأت تجاربها كما يقولوا في المخابر في فرنسا، ولقات المكان الصحراء الجزائري أو الجنوب الجزائري في منطقة رجان وإنيكار وغيرها من منطقة الهوغار بتجربة هذه القنبلة على البشر هناك. وهما الفرنسيين طبعا في أخبارهم في أقوالهم يقولون تجارب، وبالفعل هما كانوا يديروا في تجارب، ولكن بالنسبة للجزائر الضحية لشعبها أو سكان المنطقة هم الذين نالوا من جزاء هذه القنبلة، فهي تفجيرات إجرامية مع كما قلت سبق الإصرار والترصد. لأنه في منطقة رجان هذه قاموا بتحذير زيادة على ذلك على السكان ساكنة المنطقة، زيادة على ذلك قاموا بإحضار حوالي 150 معتقل جزائري كانوا أحياء من المعتقلات، لأنه كان محكوم عليهم أكيد بالإعدام سوف يعدمون في يومنا. فقاموا بجلب هؤلاء المعتقلين وربطوهم إلى أعمدة في المكان المخصص للتفجير حتى يجرب عليهم كفئران تجرب، حتى بعد التفجير يرون ماذا مفعول هذه القنبلة على الجنس البشري كما يوقع على الفئران مثلا، لأنه كانوا داروا فئران فيما سبق حيوانات. ثم أن هذا التفجير اللي قلت لا يتقادم رغم مرور الآن 63 عام عليه، لا تقادم عليه لأنه فرنسا قامت بهذه الفعلة الشنعاء من في الطبيعة الجزائرية. حتى النخيل مثلا، النخيل بدأت
عاقر النخيل اللي كان يجيب. لا تزال الأثار، أثار الإشعاعات النووية الناتجة عن الإشعاعات النووية الفرنسية التي أجرتها بمنطقة ركان جنوب أضرار حتى الآن إلى اليوم، يعني على حتى الأجيال المتلاحقة بالفعل لحوالي 30 جيل أظن، لأنه حتى اليوم تزال نساء الحوامل لما تولد أطفال يولدوا مشوهين بالتشوهات. طبعا البيئة شوهت، البيئة لوثت، البيئة سواء الماء سواء الطبيعة الأشجار، الإنسان مازال إلى اليوم بعد 60 سنة أو أكثر مازالت يولد الأطفال مشوهين. طبعا هذه القنبلة كانت كبيرة أكبر من القنابل التي فجرتها أمريكا فوق هيروشيما وناغازاكي بسبعة أضعاف. ثم أن هذه القنبلة كما قلت في هذه المنطقة جربت على الإنسان مباشرة، وهذا هو اللي تعد جريمة شنعاء تبقى في جبين الاستعمار الفرنسي الذي إلى اليوم لم يعترف بهذه الجريمة مثل الجرائم السابقة. والأدهى والأمر أنه حتى القائمين على هذه التجارب كانوا يعلمون خطورتها على البشر. أكيد. على الأقل بالمنظور يعني الزماني والمكاني، لو نرجع يعني إلى الوراء، قنبلتي هيروشيما وناغازاكي لم تكن بعيدتين، وأثارهما على الأرض والزرع والبشر واضحة بروفيسور. أكيد هما هذا هو المغزى من هذا، لأنه كانوا شاهوا في قنبلتي هيروشيما وناغازاكي قبل ذلك بحوالي تقريبا 20 سنة في 45 كانت، وهما رام في 63 حوالي 18 عام. قلت كانوا شافوا الأضرار من القنبلتين الأمريكيتين على هيروشيما وناغازاكي، ولكن فرنسا هذه المرة قالت أنا، هي تدعي في كتاباتها وحتى في أسطورتها أن المنطقة خالية من السكان، قالوا درناها في الصحراء والمنطقة هذه خالية من السكان، ولكن أن المنطقة كانت معمورة وكانت مسكونة من السكان، حوالي 400 نسمة آنذاك كانوا في المنطقة هذه. ثم أن الإشعاع أو الشعاع نتاع الإشعاعات اللي مست المنطقة امتدت من منطقة ركان حتى بشار غربا، وامتدت في الجنوب حتى مدينة تاساليت أو منطقة تاساليت في مالي، حوالي أكثر من 600 كيلومتر، أكثر أو أكثر قريب 1000 كيلومتر. طبعا الشعاع هذا دائري، الغبار نتاع التناثر، الغبار اللي طلع مع طبعا في الانفجار مع هذاك الشامبينيون كما يسموه اللي طلع في السماء، الآثار وصلت إلى ليبيا، وصلت حتى البحر الأبيض المتوسط. ما بالك الآن لو ندير مقارنة بسيطة، راكم تشوفوا الهبوب الرياح في الصحراء تطير الرمال من صحراء أدرار، راكم تشوفوا راهي توصل العاصمة فعلا، أحيانا توصل حتى لأوروبا. ونعطيك مثال أكثر من هذا، في الثلاثينات أيام كانت ألمانيا النازية، وصل وين الغبار الصحراء هذا، وصل حتى سقط على برلين، وشوفوا بتشوف عامل الرياح واش يوصل. فهذه الإشعاعات، هذا الغبار النووي اللي صدر من صحراء ركان وصل إلى بلدان حتى أوروبا نفسها، وهذه المنطقة ما زالت إلى اليوم مشعة وما زالت منطقة خطيرة. الحديث عن هذه التفجيرات في ذلك الوقت أيضا، بالإضافة إلى استغلال الأرض الجزائرية والسكان المحليين فيه بروفيسور، هو أيضا ضرب للوائح الدولية الأممية والاتفاقيات النووية الكبرى في ذلك الوقت. أكيد فرنسا كانت تشوف في الجزائر أو تنظر إلى الجزائر كأنها منطقة فرنسية بحكم أو ما يسمى بمرسوم اللي صدر في سنة 1834، أي 4 سنوات بعد الاحتلال، بعد قدوم اللجنة الإفريقية إلى الجزائر، ما إذا الإبقاء على الجزائر مستعمرة أو يقومون بحملة ثم يعودون. فأنذاك صدر مرسوم إمبراطوري في فرنسا أو مرسوم جمهوري في فرنسا ألحق الجزائر بفرنسا، وبدأت الجزائر قطعة من فرنسا. فالمنظور الفرنسي بالنسبة للوائح المتحدة كانت تشوف أنها هذه أرض فرنسية بما بصحرائها، وأنها تدعي أنها قامت بهذه التجارب في أراضيها، يزعمون في أراضيها وفي منطقة خالية من السكان. وهذا اللي فرنسا كانت دائما تدافع عليه وما زالت إلى يومنا أنها مصرة على أن المنطقة خالية من السكان. ولكن نؤكد الدلائل البشرية والدلائل البيئية ما زالت موجودة إلى اليوم،
الضحايا اللي قضوا في هذه الواقعة. الحديث عن هذه التجارب هو حديث أيضا على ما يسمى ببعض المقاييس التي تحدثت عنها فرنسا الاستثمارية في ذلك الوقت بالحديث عن جرعات لتحديد الإشعاعات التي تلقاها السكان وعلى صحتهم لاستخدامها في دراسات علمية، حتى مصطلح الاعتراف الذي تضمنه قانون مورين الذي أصدرته فرنسا كان موجها فقط للعسكريين الفرنسيين، وهنا تكمن العنصرية بروفيسور. بالفعل فرنسا تقول في أطروحتها أنها هؤلاء العسكريين الفرنسيين اللي كانوا في الموقع هذا، موقع رجان وإنيكال وغيرها من المواقع اللي كانت تجرى فيها ما يسمى التجارب اللي هي تفجيرات بالنسبة لنا، طبعا العسكريين كانوا محظوظين لأنهم يلبسوا لباس، هذو العسكريين الفرنسيين كان عندهم لباس خاص وعندهم احتياطات، طبعا واقعي وعندهم احتياطات وعندهم حتى جرع، راكم شفتوا في الحرب الأخيرة في أوكرانيا مدوا لهم واحد لي كومبريمي زعما السكان إلا كان انفجار ولا كذا، على الأقل هذاك يساعد الإنسان ما يصابش في الوهلة الأولى. فرنسا استعملت هذه الأدوية آنذاك الحاصل عليها، ولكن لما نوصلوا في هي باش تبرر بأنه الضحايا كانوا فقط من الجنود الفرنسيين، ولكن الضحايا فعلا صح فيه الجنود الفرنسيين اللي كانوا يشاركوا في العملية هذه عملية التفجير، وفيه السكان اللي كانوا في النواحي، وفيه هذوك 150 اللي قلنا داروا جابوهم كتجارب كفعلا تجارب. ثم أنه قانون موران هذا اللي اصدر في 2010 هذا نائب صادقت عليه الجمعية الوطن الفرنسية أو ما يسمى بالبرلمان الفرنسي يعطي الحق للتعويض فقط كما قلت للعسكريين ولفئة معينة من الفرنسيين، أما الجزائريين فبالنسبة لهم كانوا خارج المنطقة وما مسهمش هذا. ثم أنه من بين الملفات نواصل حديثنا بروفيسور معك أكيد أيضا على حجم الضحايا وعلى أيضا هول الإشعاعات وتواصلها حتى الآن، قبل أن نقف معك ومع المشاهدين عند موجز لأهم الأخبار الوطنية والدولية. موجز الأخبار من إخبارية التلفزيون، أهلا بكم. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين مشعلجي زادة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتصريح التالي: Je viens de rencontrer son excellence monsieur le président Tebboune. C'était un honneur. التقيت بفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال زيارة وداع بعد انتهاء مهامي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر. شرفني السيد الرئيس بهذا اللقاء. نقلت للسيد الرئيس تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. تطرقنا لتطوير مجالات التعاون بين إيران والجزائر. أعربت للسيد الرئيس عن تشكراتي وامتناني للترحاب والتسهيلات التي لقيتها هنا بالجزائر خلال فترة تواجدي من قبل الشعب الجزائري ومن طرف المسؤولين. تواجدي بالجزائر لمدة 3 سنوات ونصف بصفتي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد شرفا كبيرا بالنسبة لي. سأشتاق للجزائر وسأحتفظ بذكريات جميلة لهذا البلد الجميل. تعلن المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنا واحد الذين بمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى الأذهان أو أذهان الجزائريين حقبة مشينة
وعليه تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير سيد رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكيات التملق. أعلن اليوم وزير التجارة كمال رزيق خلال نزوله ضيفا على نشرة الواحدة بالتلفزيون الجزائري عن حصرية استيراد البقول الجافة بالنسبة للصناعيين للديوان الجزائري المهني للحبوب، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المنتوج الوطني والحد من فوضى الاستيراد. أولا، هذا القرار لم يتخذ في 2023، هذا القرار اتخذ من طرف السلطات العليا للبلاد السنة الماضية، وبدأنا تطبيقه بمنهجية الحكومة على شطرين. السنة الماضية 2022 كان الشطر الأول متعلق بحصرية استيراد هذه البقوليات من طرف الديوان بالنسبة لما يعرف شراء من أجل البيع. تم إعطاء الحصرية للديوان، ويلاحظ المواطن بأن الآن ديوان اكتسب خبرة في ما يتعلق بحصرية استيراد البقوليات بالنسبة للبيع الحالة، وبالتالي يستطيع أي تاجر مهما كانت صفته جملة أو تجزئة الذهاب إلى الديوان من أجل شراء هذه السلع وبيعها. هذه كانت السنة الماضية، لأن ارتأت الحكومة عدم تطبيق هذه الحصرية دفعة واحدة، راحت بمرحلية. بدينا بالمرحلة الأولى هو حصرية فيما يتعلق بالشراء من أجل البيع، والحمد لله كما تلاحظوا المواطن لم يحس إطلاقا بأن فيه هذه الحصرية. الآن رحنا للشطر الثاني، وهو الحصرية بالنسبة ما يتعلق بالصناعيين. بعد ما سنة 2022 خصصت للبيع والشراء، سنة 2023 خصصت لحصرية الصناعيين. ما يخفاش عليك بأن نحن عندنا تجربة رائدة فيما يتعلق بالحبوب بالنسبة للقمح. كان من قبل يتم استيراده بشكل عشوائي من كثير المتعاملين. الحكومة قررت أن تكون حصرية بالنسبة للديوان. لابد أن نرجع الأسباب اللي دفعت الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أولا، لا يخفى عليك بأن في إنتاج محلي كبير في هذه البقوليات، والحمد لله يعني خاصة بالنسبة للحمص والعدس حققت إخواننا الفلاحين حققوا أرقام كبيرة، لكن أصبح كان من قبل عشوائية الاستيراد اللي قتل المنتوج الوطني. يعني الهدف الأول هو تشجيع المنتوج الوطني، دائما تأتي في استراتيجية حماية المنتوج، أكيد حماية المنتوج الوطني، وخاصة أن الحكومة ضاعفت فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لزراعة مثل هذه البقوليات. والأمر الثاني، القرار اللي اخذته الحكومة من خلال مجلس الوزراء لتثمين هذه الشعبة من خلال مضاعفة أسعار الشراء لنشروها من عند الفلاح، مما خلى إخواننا الفلاحين أنهم يزيدوا في إنتاجهم. الأمر الثاني هو هذه الحصرية يعطي طمأنينة، ما يخفاش عليك بأن هذه حبوب تدخل في الأمن الغذائي الاستراتيجي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. تحل اليوم الذكرى 63 لأفظع جريمة ارتكبت في حق الشعب الجزائري. تجارب نووية نفذتها فرنسا الاستعمارية بصحراء الجزائر وانتهكت بها حق الحياة والأمان لأجيال وأجيال من سكان صحرائنا. وإحياء لذكرى تفجيرات نووية برجان، أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على عملية إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة ضحايا هذه الجريمة الإنسانية برفع العلم الوطني وسط مدينة رجان، ووضع قول الوزير والسلطات المحلية بولاية أدرار إكليلا من الزهور، وقرأوا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وبالمناسبة، أكد العيد ربيقة حرص الدولة على الحفاظ وصيانة الذاكرة الوطنية. تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات وبهذا المكان الرمز إلى 13 من فبراير سنة 1960 لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التفجيرات النووية السطحية في ناحية رجان، تلك الجريمة المرتكبة والمنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار على كافة المستويات
والتي طالت بأخطارها الكبيرة وآثارها المدمرة في مناطق واسعة من صحرائنا، وتعدد ذلك إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض المتوسط. فلم تكن ممارسات الاستعمار تعكس تلك القيم لا نصاً ولا روحاً، فقد جنحت للإبعاد والنفي والتهجير والتقتيل والتعذيب وطمس معالم الشخصية الوطنية. حطت بعد ظهر اليوم بمطار بوفريك العسكري الطائرة التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، والتي أقلت فريق الحماية المدنية بعد مشاركته في عمليات البحث والإنقاذ بسوريا إثر الزلزال المدمر. وكان في استقبال فريق الحماية المدنية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. موفدين من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وطاقم الحكومة، لنقدم لكم اعترافنا بما قدمتموه من عمل العالم كل بهر فيه، العالم كل يعني أشاد بتجنيدكم وأشاد بتدخلاتكم. كنتم الأولين المقول الوحيدين ربما في سوريا، وقمتم بعمل جد وجبار كما عهدنا هذا عند كل الجزائريين وأساسا عند عوان وضباط وعوان الحماية المدنية. فالكل يعترف بكم محليا لهنا رقم فخر للجزائر على الأعمال الجبارة الجليلة التي قمتم بها، شيء عظيم، وهذا ما كنا نتمناه. ولذا أبى السيد رئيس الجمهورية إلا أن نأتي هنا يعني نوصل تحياته لكم واعترافه بما قمتم به. هذا وتمكن أعوان الحماية المدنية الجزائرية بتركيا من إنقاذ امرأة على قيد الحياة بقيت تحت الردوم لمدة 7 أيام منذ وقوع الزلزال في معجزة أخرى. جهود فريق الحماية المدنية الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ بسوريا استقطبت أنظار المراقبين في المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، فصنفتها في أولى المراتب في منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية. وقد تمكنت فرق الإنقاذ الجزائرية منذ مباشرة عملها بمحافظة حلب على مستوى شارعي بستان القصر والصالحين من انتشال 34 جثة من تحت الردوم وإخراج شخص واحد على قيد الحياة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 36,000 هالك وسط وضع إنساني متفاقم وتلاشي الأمال في العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر. في موضع آخر، تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الطبعة الأولى لمعرض التعبئة والتغليف والتوظيف للمواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير المنظم بقصر المعارض. المعرض هو الذي يهدف أو يعرف مشاركة حوالي 50 شركة ناشطة في هذا المجال من مختلف أنحاء الوطن، يهدف للتعريف بأهمية التغليف والتوظيف في تثمين المواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير. نظمت المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء بولاية بشار ندوة تاريخية بالتنسيق مع المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي. أكدت خلالها أن تبليغ رسالة الشهداء يعد اعترافا للأجيال الناشئة بالثورة المظفرة والشهداء والمجاهدين الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر.
دوليا وفي شأن الصحراوي، وضمن زيارة ميدانية باشرها رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمود الصالح إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقف خلالها عند بعض المؤسسات الحكومية الصحراوية والمنشآت الصحية والمدرسية، حيث أكد ضرورة دعم القضية الصحراوية وحماية الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية. إلى المغرب الذي يعيش على صفيح ساخن جراء الاحتجاجات والمظاهرات اليومية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وسوء تعاطي المخزن مع مطالب الشارع، حيث أعلن الأساتذة المتعاقدون عن تمديد إضرابهم الوطني إلى غاية الأربعاء المقبل في خطوة تصعيدية ضد سياسة نظام المخزن المتجاهل لمطالب منتسبي القطاع، فيما تحذر الجبهة الاجتماعية التي تضم العديد من المنظمات لاحتجاجات عبر كل ربوع المملكة يوم 20 فبراير الجاري، تنديدا بالغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني في عدوان إسرائيلي فجر اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الاحتلال مخططاتها الاستيطانية دافعة الوضع نحو التصعيد الخطير. في الرياضة، زار أمس وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صبغاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد ولاية تيبازا، وقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بالمركز الرياضي ببلدية فوكا وملعب القليعة. صبغاق أعرب بالمناسبة عن ارتياحه لتقدم الأشغال بالمركز الرياضي، مؤكدا أنه سيكون قبلة للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات. نبقى مع الرياضة، ولحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حقق سهرة أمس فريق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا أمام ضيفه سانت إلوا لوبوبو الكونغولي بنتيجة 3-0 بملعب 5 جويلية بالعاصمة. ومن الرياضة إلى عالم الطبخ والحلويات، حيث افتك فريق جزائري مشارك في مسابقة كأس العالم للحلويات وفن الطهي في طبعته الثانية بمدينة سوسة التونسية، افتك المرتبة الأولى في فئة صناعة الحلويات بمشاركة متنافسين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية، قدم خلالها المشاركون إبداعاتهم في فن الطبخ والحلويات. لذا نصل إلى نهاية الموجز، شكرا لكم على المتابعة، عودة إلى العربي بستالة وأخبار الظاهرة. إذن مشاهدينا الكرام، وقبل مواصلة محطات الظاهرة وملفها الأول الخاص بالتفجيرات النووية الإجرامية الفرنسية بالجنوب الجزائري قبل 63 عاما، نذكر بهذا البيان الذي جاءنا من المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية، إذ تعلن المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنا واحد الذين وبمبادرة شخصية
ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة، وعليه تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق. إذن بالعودة مشاهدينا الكرام إلى ملف الظاهرة الأول، نعود إلى البروفيسور محمد ياحي لمواصلة الحديث عن التفجيرات. قبل مواصلة الحديث بروفيسور، نقف معكم ومع المشاهدين عند هذه الورقة حول التفجيرات التي أعدها محمد معلم. أنا ذاك الوقت راني بولدي حاملة، ذاك الوقت اللي حاملة بولدي جات القنبلة هذيك شرقت لنا الديار. عندي البنت هذه عايشة مولات عام عامين ما مولاش، ديناها للبيطال تاع النيس، ثم جبروا لها ثلاث كلاوي، جبروا لها هذاك حلوها قطعوا لها كلاوي خلاوا لها كلوى ورايت على الان عندها مشاكل. ثلاثة وستون سنة تمر على التفجير النووي الأول ذات 13 فبراير من العام 1960. عملية اليربوع الأزرق فتحت باب جهنم على مصراعيه. رغم معارضة جمعية الأمم المتحدة للبرنامج النووي الفرنسي وإصدار الدول النووية مذكرة ضد التفجيرات السطحية على وجه التحديد، مكر فرنسا الاستعمارية يجسده جنرال إيلوري الذي زعم أن تامزلوفت منطقة خالية من السكان ولا وجود لجيران لها، وهو الأمر الذي دعمه جيل موش على منبر الأمم المتحدة مؤكدا استناده إلى خرائط عن هذه المناطق. إصرار فرنسا الاستعمارية على إجراء التجارب والتفجيرات النووية بين سطحية وعددها 4 وباطنية وعددها 13 بالإضافة إلى 3 تفجيرات باطنية وهي مونيك، ميشيل وجورجيت، والتي اكتشفت مؤخرا ضمن التفجيرات التي تسميها فرنسا تفجيرات نووية السلمية. وإن تحدثنا عن تفجير بيريل أو تشيرنوبيل الأول الذي أدى إلى كارثة ألمت بالإنسان والحيوان والنبات، إذ تسربت حمم بركانية من الجبل موقع التفجير وسحابة نووية أدت بمرورها على إحدى المناطق المجاورة إلى مقتل جميع الأهالي في حينهم، إضافة إلى ذلك تمت الاستعانة ب150 سجينا جزائريا من كلاه سيدي بالعباس جربت عليهم إحدى التفجيرات يجهل إلى حد اليوم مآلهم، حتى الجنود الفرنسيون سمموا جراء هذه الإشعاعات. قائمة الضحايا لم تنتهي عند هذا الحد، بل ظلت الساكنة تعاني التشوه والعقم والإجهاض والسرطان نتيجة النفايات النووية المشعة. ودخانها شهر وهو كل يوم صباح فينو والناس من ذاك اليوم طاحوا قراف. اختراع فرنسا الإشعاع في 1896 لأغراض أمنية عملية ظاهرا وفي الأصل مشروع تدميري في تطبيقه، يشجبه ويرفضه القانون الدولي الإنساني ويعتبره جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان. وحينما يتملص مرتكب الجريمة من الاعتراف بجرمه ويكيل بمكيالين،
وهو ما حدث مع بولينيزيا واليابان وأستراليا وجزر مارشال حينما استفادت هذه الدول والمناطق من التطهير من النفايات النووية والتعويض، وهو الملف الجدير برسم خطوات تستجيب لمعايير لابد من إعادة ضبطها وفق منظور الضحية وليس الجاني. إذن جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم. دكتور محمد ياحي، الحديث عن هذه التفجيرات وقبل التفصيل فيها حديث أيضا عن ضبط المصطلحات ولو في يعني التاريخ المعاصر هذا، لابد أن نركز أن العملية هي عملية تفجيرات تدميرية نووية وليست تجاربا كما يساق أو يعني يرد خطأ حتى في وسائل الإعلام. شكرا أستاذي. في الفعل هذا سؤال وجيه، وهذا وقعت في حطيت يدك على الجرح كما يقولوا. بالفعل فيه بعض الكتابات للأسف كتابات وطنية جزائرية لا يشبها شائب، ولكن وأيضا في الكتابات الصحفية سواء في الجرائد أو حتى في القنوات التلفزيون الجزائرية بمختلفها نلقاو يتبعوا الأطروحة الفرنسية، لأن فرنسا لما تقول هذه تجارب تجارب نووية فعلا تنظر بالنسبة للفرنسيين كانوا يجربوا في يقوموا بها التجارب، ولكن بالنسبة لنا نحن كشعب جرب فيه فهو شعب وحدثت وقعت عليه الجريمة فهي مجازر وهي تفجيرات بالنسبة لنا. بالنسبة لتعليم ذكرى اليوم الكلالقان فهي تفجيرات فعلا. والأمر أيضا سيان بالنسبة لما يقال عنها أحداث ساقط سيدي يوسف مثلا 8 ماي هي مجازر بالفعل كما ساقط سيدي يوسف الأسبوع الماضي 8 فبراير نشوف بعض الصحف وبعض الإعلاميين يقولوا يسموها أحداث ساقية ولكن هو خطأ هو لأنه تصور فرنسا قامت بقنبلة شعب أعزل وقنبلة تلاميذ قنبلة سوق بطائرات ثقيلة ونسموها أحداث فهي قنبلة وهي مجزرة. 8 ماي أيضا أحداث 8 ماي كان بزاف الكتابات وبعض الكتب اللي صدرت سابقا يقولوا أحداث 8 ماي 45 ولكن هي مجازر 8 ماي 45. إذن قبل أن نواصل معك بروفيسور الحديث، الزميل أيضا أيمن حلفي اليوم وبمناسبة إحياء الذكرى رسميا في رجان ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري، سجل مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد أربيقة هذا التسجيل. نعم، في هذه الأثناء نتواجد بضيافة المجاهد القصاصي عبد السلام بمدينة رجان ولاية أضرار، هذه المدينة التي تروي قصة أليمة لانفجاراتها النووية قبل 63 سنة، إلى أن تداعياتها وأثارها للسلبية لا تزال تفتك بالإنسان واجتماعيا وبالبيئة طبيعيا، إلا أن الدولة الجزائرية والسلطات العليا تقف جنبا إلى جنب سكان هذه المنطقة ككل سنة، وخاصة في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية. إذن هذه إحياء هذه الذكرى اليوم كان بإشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، وكان البرنامج متنوع. لهذا سيفصل معالي الوزير بعض الشيء حول أهم النقاط التي ميزت إحياء هذه الذكرى اليوم. معالي الوزير، ونحن في هذه الحاضرة الطيبة من بلدية رجان وفي إحدى بيوت الجهاد، نحن في ضيافة المجاهد الفذ سي عبد السلام القصاصي، قدمنا إلى هذه الولاية لنحيا الذكرى 63 لذكرى الأليمة، ذكرى تجارب التفجيرات النووية بالحمودية بمنطقة رجان. أشرفنا اليوم بمعية السلطات المحلية و بمعية أيضا السيد والي الولاية صبيحة اليوم على إطلاق قافلة نسميها قافلة الإخاء والتآزر بين الجزائريين اتجاه إخوانهم في ساكنة رجان، هذه الساكنة التي عانت ويلات أعتى جريمة من جرائم الاستثمار الفرنسي. فأطلقنا هذه القافلة لنعرج بعد ذلك فيها في بلدية رجان لندشن أول متحف مختص في التفجيرات النووية،
وهو متحف يعنى بالحفاظ على الذاكرة، ذاكرة الجزائريين في صحرائنا هاته. فهي محطة من محطات تاريخنا الوطني، نستذكر فيها كل شهداء الجزائر من المقاومة الشعبية إلى غاية استرجاع سيادتنا الوطنية، ونستذكر بالأخص هذا اليوم، هذا اليوم الأغر الذين ذهب فيه من ساكنة رجان وما حولها شهداء وضحايا. فنستذكر تلك التفجيرات التي أثرت والتي كانت سبب دمار الإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء. نقيم بهذه البلدية هذا المتحف البلد، هذا المتحف وهو ملحق لمتحف المجاهد، وهو أيضا متحف، أول متحف ينجز منذ الاستقلال، متخصص وموضوعات أيضا يكون بمثابة الشاهد على التاريخ، وهو كتاب مفتوح سيتدارسه وسيزوره الأجيال بعد الأجيال حتى نبقي على الذاكرة حية بين أجيالنا. فهذا الصرح التاريخي كما قلت يتساوق وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في موضوع الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ويروم أيضا تعزيز تلك اللحمة بين جيل الأمس وجيل اليوم الذي سيزداد حبا وانتماء لهذا الوطن، وستتعزز روحه الوطنية، وسيقوى بحول الله على رفع التحديات نحو بناء مشروع الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء والمجاهدين. شكرا جزيلا لك معالي وزير المجاهدين وذوي الحقوق العذر بيقى على كل هذه المعلومات. إذن أحداث إحياء هذه الذكرى متواصل، لنوافيكم بأبرز المحطات في نشرتنا اللاحقة بإذن الله. الزميل أيمن حلافي، إذا كان هذا عن التسجيل بمناسبة الاحتفالات الرسمية بركان في الذكرى 63 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري. بروفيسور محمد ياحي، دائما في سياق حديثنا عن هذه التفجيرات وما خلفته، الأرقام الرسمية للمنظمة الوطنية للمجاهدين تحدثت وقدرت عدد 42 ألف شخص تضرروا من هذه التفجيرات. المؤلم أن هذه الأرقام بعد الاستقلال وحتى الآن لازالت تتضاعف من خلال التشوهات، كما رأينا في الصور، وكثير من الأمراض السرطانية أقول وغيرها المنقولة عبر الأجيال. أكيد أكيد، هم المتضررين يوم الصفر، يوم 13 فبراير 1960 العدد كان أقل طبعا، ولكن مع مرور زمن مثل من 60 إلى يومنا كل عام السكان، لأنه البيئة لوثت وما زالت ملوثة إلى اليوم، المياه في بعض الأرض بما فيها المياه الجوفية أيضا لوثت، لأنه هذا القنابل فعلا فرنسا كانت تجريها فوق السطح طبعا، ماشي كانوا يحفروا لها مثلا 10 متر 20 متر، ولكن 10 متر و20 متر في 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 الطبيعة ما هي إلا جوفية سطحية فعل. طبعا تضررت المياه، باط الأرض، تضرر الحيوان. طبعا الحيوان، أنا قلت لك زرت المنطقة، الحيوانات لا تجرؤ على دخول المنطقة، المنطقة صفر الإشعاع المشعة، لأن الإشعاعات رغم مجهودات ما قام به جيش الشعبي الوطني طبعا من تطهير بعض المناطق وتأمينها، ولكن لا زالت هناك إشعاعات صادرة طبعا متفاوتة في كذا. ثم أيضا أنه تلك الآليات اللي كنا نشوفوها الآن في الصور في الشريط، هذه الآليات فرنسا اللي قامت بالتفجير ما دامها كلها ملوثة، فرنسا قامت بردمها في عين مكان. ليومنا هناك شاحنات، هناك قنابل، هناك كل ما كان ما حضر وشهد وتم كيفاش يقولوا ايتي كونتاميني في بالاشعاعات هذا، قامت فرنسا، الجيش الفرنسي قام بردمه كل الاشياء التي مستها الاشعاعات طبعا كل ما. ثم انه زياده على هذا الطبيعه الخارج مشعه، والانسان اللي بدا يزيد الان بعد بعد 60 سنه الى يومنا، لازال البشر او الابناء لما يزيدوا بتشوهات خلقيه، سرطان العمى، امراض القلب، امراض كثيره، الشرايين، مستهم، الصمم والعقم، وهذه ليس في منطقه رجال فقط، حتى المناطق المحيطه بها المجاوره نتاكد انه هذا الامر اكيد انه لقوه المواد الكيميائيه مثل البلوتونيوم والسيزيوم وغيرها المستعمله في هذا الامر. المسجل ايضا ان فرنسا المسؤوله عن هذه
التفجيرات، لكنها الآن ترفض دائما الاعتراف بتلك الجرائم في محاولة لربح الوقت أكثر. بروفيسور أكيد على ذكر البروتونيوم، البروتونيوم على بالك العمر تاعه باش يزول من الطبيعة ومن البيئة 42,400 عام، أما اليورانيوم ف 42,000 سنة. تصور هذه المدة الهائلة 4,200,000 سنة بالنسبة للبروتونيوم، واليورانيوم 42,000 سنة، معناتها أجيال وأجيال. احنا نفهم خطورة هذه المواد، خطورة، ولذلك هذه الإشعاعات المواد الإشعاعية اللي قامت فرنسا طبعا اللي صنعت بها القنبلة الذرية تاعها، رغم ذلك ورغم الحدث ورغم الدليل الساطع والدليل الواقع على هذه التفجير النووي، إلا أن فرنسا تتجاهل وتتظاهر بأنها أجرتها في منطقة كما شفت يقولوا منطقة خالية من السكان، منطقة تنزلوفت، ولكن فيها كانوا السكان وما زال إلى اليوم أضرار تحام متواصلة. الأخطر أيضا والأمر، وخليني أقول لك حتى مسألة الجهة الإنسانية العديمة فيه، نلاحظها في أنه حتى فرنسا بعد خروجها من الجزائر وبمقتضى اتفاقيات إيفيان لم تكلف نفسها بتحذير الجزائريين من أخطار هذه الأشعة من جهة، وأيضا حرصت على نقل الأرشيف المتعلق بهذه التفجيرات وغيره من الأرشيف. أكيد دائما يصب في خانة، خلينا نقول، تعميم الأضرار لهذه التفجيرات النووية أكثر فأكثر. أبعد من ذلك، أبعد من ذلك، هذه التفجيرات اللي قامت فرنسا، أنا أشوفه أول تفجير كان في فبراير، في 13 فبراير على بك آخر تفجير وقتها كان سنة 66، أي بعد توقيع اتفاقيات إيفيان وبعد استقلال الجزائر، إلا أن فرنسا ما تنساش في اتفاقية إيفيان احتفظت ببعض القواعد العسكرية كما المرسى الكبير كما بعض القواعد في الجزائر، بما فيها هذه المواقع تاع التفجيرات اللي كانت تشوفها سيادة وفي الذهنية الفرنسية إلى يومنا. فيه بعضها كنت تشوفوا تصريحات تاع بعض السياسيين الفرنسيين إلى يومنا، لا زال كثير من الفرنسيين نبرة التعالي يشوفوا باللي الجزائر مازال تابعه لهم، كاين بزاف اللي عندهم هذه النظره. ثم ان بالنسبه للضحايا كما قلت، الضحايا قدموا ملفات، هناك جمعيات قدمت ملفات بالخصوص بعد صدور قانون موران في 2010، قدمت حوالي 723 ملف جزائري، لم يحظى الا واحد فقط، واحد ملف اللي حظى بالموافقه وبالتعويض. اما بالنسبه لهذا بالنسبه للجزائريين، وهذا الجزائري كان يخدم في المنطقه العسكر ويقولوا هو اللي قام ب كان عنده المفاتيح وكذا لغلق هذا، وهذا اللي حظى بالموافقه. بالنسبه للجهه الفرنسيه 500 ملف حظوا بالموافقه وبالتعويض. بتشوف الحديث ايضا عن دعوات بروفيسور الى توثيق هذه التفجيرات التي نفذتها فرنسا الاستعمارية بهذه المنطقة بالنظر إلى بشاعتها، نتكلم على الجانب الأكاديمي، نتكلم على ضرورة أرشفة البحث، الندوات التاريخية، إذن الجانب الأكاديمي مهم جدا بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، موضوع التفجيرات النووية. ربما الأرشيف المدني ولا الأرشيف الإداري اللي فرنسا حولته إلى ما وراء البحر، إلى محفوظاتها، إلى مراكز الحفظ في فرنسا، هذاك عنده سنوات طبعا 60-70-90 سنة، وربما وكان بعضه اللي فتح للباحثين سواء في فرنسا، والجزائر تأمل في استرجاعه كاملا إلى أرض الوطن. أما بالنسبة لهذا الأرشيف تاع التفجيرات، ويعتبر من الملفات السرية بالنسبة لفرنسا لأنه فيه وثائق سرية وفيه أمور يدين بخصوص أيضا عسكري ويدين أيضا فيه الإدانة لفرنسا، وهذا اللي خايفة منه. هنا نتكلم على ضرورة هذه البحوث الأكاديمية حتى لا تفلت أو لا يفلت كل مستخدم الفرنسي من المسؤولية القانونية والأخلاقية. لا بالفعل، احنا الحمد لله في الجزائر كاينين باحثين سواء في النووي وباحثين في القانون طبعا رام كثير، وكاين جمعيات التي قامت بالادعاء على فرنسا في خصوص الملف، وعلينا طبعا تكثيف الجهود وجمع كل ما مدين ما يقدر الجزائري يدين به فرنسا سواء قانونيا او ارشيفيا للحصول على الاعتراف قبل، لأن فرنسا عليها بالاعتراف بهذه الجريمه اللي قامت بها ضد الشعب الفرنسي. اما التعويض سياتي بعد،
لانه فيه قانون المراهنة دار واحد الصعوبات باش تحصل به الانسان يقدم ملف وكذا واحد الضوابط مستحيل عليها. قلت لك من 723 ملف جزائري تعجيزيه فعلا واحد فقط ملف واحد اللي حظى بالقبول وهذا اللي على السلطات طبعا العموميه وكذا الباحثين والاكاديميين والمتخصصين في الدراسات النوويه والقانونيه بالخصوص التوثيق والبحث عن سبل كيف انه يمكننا استرجاع هذا الارشيف الذي هو طبعا من ما نقولش من المستحيل لانه لا شيء مستحيل ولكن في يوم ما سوف يعرض وسوف يكتب التاريخ بفعل. هنا للاسف ايضا بروفيسور انه حتى مساله النديه في العلاقات بين الجزائر وفرنسا وولوجها الى مسارها الطبيعي هناك من يحاول اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة. هنا نتكلموا على النظرة الجزائرية من جهة بعد مرور أزيد من نصف قرن حتى الآن على الجرائم الاستعمارية الفرنسية كلها. إذا نتكلموا ربما على مسألة معالجة الذاكرة ومنظور المنظور الجزائري فيها بروفيسور. طبعا المنظور الجزائري بالنسبة للذاكرة، الذاكرة لا تأبى النسيان، الذاكرة تبقى دائما مهما طال الزمن. أكشوف رانا عندنا أكثر من 60 سنة من الاستقلال وهناك أحداث وجرائم ارتكبها فرنسا منذ دخولها إلى هذه الحادثة أو هي تفجيرات النووية بالصحراء اللي أتت على الأخضر واليابس، أتت على الإنسان والبيئة، فكيف للجزائريين أن ينسوا هذه الذكريات الأليمة. ثم أن الجانب الفرنسي بالنسبة للذاكرة، الجانب الفرنسي لأنه كما يقولوا التاريخ يكتبه الأقوياء، يكتبه المنتصرون. فرنسا شافت روحها باللي، وكما سبق وقلت كان كثير من الأذهان الفرنسية ومن السياسيين الفرنسيين طبعا في كل المستويات اللي لازالهم إلى اليوم يعتقدون بأن الجزائر لازالت تابعة لهم، وهذاك اللي من ذاك تشوفوا بعض التصريحات تاع السياسيين يتطاولوا على الجزائريين، حتى بعض المسؤولين في المنصب ما قالش في صحفيين ولا كذا. ولكن على الجزائر الآن أن تسترجع هذه القوة نتاعها، تسترجع مكانتها ما بين الأمم، وأنها تطالب بحقها وبأرشيفها من فرنسا الند للند. هنتكلم أيضا على دور وتجنيد فعاليات المجتمع المدني للمرافعة في مختلف المحافل من أجل تحميل المسؤولية القانونية للطرف الفرنسي المتسبب الأول والأخير في هذه المأساة بروفيسور. طبعا المجتمع المدني رأى عنده دور كبير، المجتمع المدني رأى أكثر من السياسيين صح، إذا كان السياسي يتربطوا ضوابط بروتوكولية وضوابط قانونية ودستورية، أما المجتمع المدني فعنده الحق، لأن المجتمع المدني ينبع من الأساس من الشعب، فهذا المجتمع المدني أو هذه الجمعيات تاع المجتمع المدني عليها أن توثق أيضا، ماشي يدخلوها هكذاك المعركة بدون سلاح الجمع. لازم يوثقوا، يكون عندهم مصادر، يكون عندهم وثائق، يكون عندهم أرشيف، يكون عندهم معهم مدعمين بأساتذة بباحثين، هكذا تقدر المطلب تاعهم والملف تاعهم يكون خشين ويكون سوليد، فما يقدروا يطالبوا. ولكن إلا يروحوا كما رأنا بعض الجمعيات للأسف جمعيات تاع حفلات وكذا، هذو ما يقدروش ولكن الجمعية تاع المجتمع المدني عليها بوثائق. أن تكون مسؤولة وتكون مصحوبة بوثائق وبأساتذة أكاديميين. هنا نفكر أيضا أو نذكر بالتدابير اللي بشرتها أيضا السلطات العمومية في المجال على ضوء النصوص التشريعية، أيضا أبرزها استحداث وكالة وطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتفجيرات النووية. طبعا هذا حاجه مليحه انه ولو انه مضى وقت، رانا 60 سنه من الاستقلال، تمنينا لو كان هذه الاجراءات كانت من قبل لانه ولكن وجودها الان ضروري ايضا. اكيد هو كل وقت وقته، ولكن تمنينا قلت تكون كانت من قبل، ولكن الان ماذا بينا هذه تدعم بهذه المواقع اعاده تاهيلها وتبقى مزار وتبقى مكان مفتوح لكل الجزائريين، حتى أبنائنا أبناء الجيل الثالث بعد الاستقلال الأقل لما يروحوا يزوروا ولا في زيارات كما هذه زيارات رسمية وحضور ندوات فيها، تحضير ندوات فيها، حتى نبين للعالم ونبين لفرنسا بالدرجة الأولى هذه المواقع فعلا كانت شاهدة ولا تزال على ما سمي بالتفجيرات السابقة وبال
مادام ذكرنا أيضا بعض الإجراءات الرسمية، نذكر أيضا أن القضية طرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالعاصمة، وقد التزم الجانب الفرنسي حينها بتسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها. بروفيسور، طبعا مع إعادة التأهيل اللي بدأت به السلطات العمومية، لأنه فيه كثير من المواقع التي تم إعادة تأهيلها، هذه حاجة مبادرة جيدة. هذه الآن رانا ننتظر في الطرف الآخر أن يوفي بوعوده. الجزائر بدأت إعادة التأهيل تاع المواقع، سواء في رقان، في إنيكار، في حتى في مناطق وادي الناموس وين كانت التجارب الكيماوية اللي دارتها فرنسا على البيئة هناك واللي ما زالت أثرها إلى اليوم. مدام الجانب الجزائري التزم وبدأ يقيم في إعادة تأهيل هذه المواقع، فالآن ننتظر في الطرف الآخر الموازي اللي هو الطرف الفرنسي في أن يبدي رغبته ويقوم بما عليه من واجباته. وهذا الأمر أيضا ذكر أنه جاء أيضا في إعلان الجزائر بعد زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر أوت الماضي. نتكلموا على هذا الأمر من جهة المساعي، خلينا نقول لك، الجزائرية المنظمة الرسمية في جو من الهدوء لاسترجاع أولا الأرشيف وكثير من الخطوات التي يمكن أن تعيد بعض الشيء الأمور إلى مجراها. لأنه لما نتكلم على أرشيف، أنت تتكلم على حدود للعملية وعن آليات، عن كثير من التفاصيل التي يمكننا فيما بعد الحديث عن مسألة التأهيل والمعالجة بالنسبة للبيئة والمحيط. طبعا هذه دائما الأعمال الناجحة والأعمال طويلة هي التي تؤتي ثمارها وتؤتي بالنتيجة. لأنه ليس الحديث أحيانا، الحديث في الصحافة والحديث والضجيج، إحداث ضجيج حول عملية ما طبعا لا تكون في المستوى، ولكن في مثل هذه، في مثل الذاكرة وفي مثل هذه الملفات علينا العمل في صمت وفي هدوء تام وبخطى متثبتة، خطى ثابتة حتى تأتي النتيجة. لأنه لا داعي لإثارة زوبعة من البلاغات والبيانات حول كذا اللجنة كذا، ماذا بينا تبقى في سرية. مثل موقع بالنسبة للجماجم، الجماجم، استعادة الجماجم الشهداء المقاومة، رفات المقاومة، رفات المقاومة تمت في إطار ضيق وفي إطار طبعا في لجنة كانت خاصة جزائرية فرنسية تقنية. وفي أتم سرية أحيانا الأمر يتطلبها أكيد. وهذا اللي ماذا بينا في هذا الملف أيضا. إن شاء الله كل التوفيق للعاملين في هذا المجال، وكل التحية أيضا والتقدير لكم. البروفيسور محمد ياحي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، تحدثنا بكل تفصيل عن ونحن نحيي الذكرى 63 للتفجيرات النووية الفرنسية الاستثمارية بالجنوب الجزائري، الجريمة، جريمة الدولة مع سبق الإصرار أقول ضد الشعب الجزائري. شكرا جزيلا لكم بروفيسور. العفو سيدي وشكرا. ملف ظاهرة الثاني مشاهدينا الكرام، نتحدث فيه عن الاقتصاد ولكن من باب المناولة الصناعية، ابقوا معنا. We'll be right back.
التلفزيون الجزائري عبر منصات الإعلام الجديد. موقع إلكتروني باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، يتابع الأخبار والأحداث الوطنية والدولية، محتويات تفاعلية نحاكي فيها عناصر الخبر في حلة رقمية، فضاءات للتواصل والتفاعل والمشاركة، ولمتابعة برامجكم المفضلة. تفاعلوا مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري. الآنية والمصداقية. إذن حديثنا الآن عن الاقتصاد وعن الصناعة، وبالخصوص سنتحدث في هذا الملف الثاني عن الخطوط العريضة لمخطط عمل المديرية الولائية لقطاع الصناعة خلال سنة 2023 في إطار المخطط العام للقطاع، سبل تطوير التنمية المحلية والمستدامة، تعزيز الإنعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي الخلاق للثروة ومناصب العمل، لا سيما في ظل الحديث عن ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج والمناولة. سعد معكم مشاهدينا الكرام بترحيب بالسيد محمد دميش ممثلا عن بورصة الجزائر للمناولة والشراكة. مساء الخير سيدي. مساء النور وشكرا لكم على الاستضافة. خلينا في البداية نبدأ الحديث عن المناولة وأهميتها في القطاع الصناعي للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. بداية يعني موضوع المناولة الصناعية والإدماج المحلي أضحى يهتم أو يحتل أهمية كبرى في السنوات الأخيرة بالنظر إلى الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإنعاش الاقتصادي والنموذج الاقتصادي يعني المسطر للاقتصاد الجزائري من خلال إحلال الواردات بمنتوج محلي وتشجيع الصادرات. يعني المناولة الصناعية بتعريف بسيط جدا، نأخذ مثال سيارة مثلا نستعملها يوميا مكونة في الغالب من حوالي 30,000 مكون. 30,000 مكون يعني 30,000 كومبوزون يعني في الموين 30,000 مكون، الصانع ما يقدرش يخدمهم كامل، لذلك فهو في حاجة إلى يعني نسيج صناعي ومصنعين آخرين، كل واحد فيهم مختص في إنتاج مكون معين، المجموع يتم إدماجه في يعني منتوج نهائي اللي هو السيارة اللي نعرفوها. هنا تبرز أهمية المناولة. المناولة هي علاقة ما بين طرفين، بين مانح الأمر من جهة اللي هو دونور دورد أو الصانع بشكل عام، والطرف الآخر اللي هو يعني المقاول أو يعني متلقي الأمر لو ريسيفور دورد اللي هو يعني الشائع نسموه يعني المناول. العلاقة ما بين الطرفين تقتضي بأنه الصانع يمنح أمر للطرف الثاني اللي هو المناول للقيام يعني بتصنيع جزء أو مجموعة من المكونات التي تدمج في المنتوج النهائي. الصانع من خلال هذه العلاقة يهدف للحصول على مدخلات أكثر تنافسية لو كان هو يقوم بها. لذلك يعني الفارق الأساسي ويعني الأمر المهم جدا في المناولة هو البحث عن التنافسية. جميل. هذا هو الشيء الأساسي والمهم. في إطار دفتر شروط يقوم به الصانع، يمنح فيه جميع الشروط لمتلقي الأمر. جميل. أنه يقوم بإنتاج هذه المدخلات لتدخل في المنتوج النهائي. لذلك كل ما زاد يعني مستوى إنتاجه ومستوى طلبيات الصانع بشكل أوتوماتيكي يعني المناول دفتر طلبياته راح يزيد، وهكذا نتحدث شيئا فشيء عن إنعاش صناعي وعن تنمية اقتصادية. جميل جدا. بالحديث هذا لو نسقطوه على واقع المناولة الآن في بلادنا، كنت نتكلم على الواقع، نتكلم ربما على شيئين مهمين، أولهما الواقع الجديد للاقتصاد الجزائري الذي لله الحمد يسير أقول شيئا فشيئا نحو التصنيع أكثر فأكثر بإدماج وطني بنسب متعالية شيئا فشيئا. بالمقابل هذا الذين لهم أفكار لولوج عالم المناولة
كيف لهم أن يعرفوا خلينا نقول لك واقع الشبكة الصناعية الوطنية للاستثمار فيها؟ ربما هناك أصحاب مال يريدون ولوج عالم المناولة إما في السيارات كما ذكرتم مثالا أو في جانب الإلكترونيك المواد الكهرومنزلية، كثير من الصناعات التي تحتاج إلى المناولة، كيف لهم أن يعرفوا الأرضية والمساحة الموجودة للاستثمار لدخول المناولة فيها؟ وقع المناولة الصناعية في الواقع من واقع القطاع الصناعي في الجزائر، يعني حتى سنوات أخيرة ما يخفالكش باللي مساهمة الناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام كانت في حوالي 5%. بفضل النموذج الاقتصادي الجديد اللي يعني منذ سنتين أو ثلاثة قاعدين نشوفوا فيه، والإشارات الإيجابية التي تعطى للمستثمرين لخوض غمار يعني الاستثمار، قطاع المناولة الصناعي يعني أصبح يحظى باهتمام أكبر. وإحنا يعني من خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات كانوا المتعاملين الاقتصاديين إلى وقت سابق كانوا مستوردين بفعل السياسة الاقتصادية الجديدة وخصوصا ضبط الواردات، تحولوا إلى مصنعين محليين فيهم أسواق وعندهم أسواق محلية وحتى أسواق أجنبية. السؤال المطروح اليوم، هل نملك خارطة للمناولة الصناعية في الجزائر؟ احنا على مستوى البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة احد المهام الرئيسية نتاعها هي إقامة يعني جسور وعلاقات ما بين مانحي الأوامر وما بين متلقي الأوامر. بعد سياسة ضبط الواردات قاعد اليوم نشوفوا فيه بحث كبير جدا من قبل المتعامل الاقتصادي خصوصا مانحي الأوامر على مناولين صناعيين في العديد من يعني النشاطات اللي ذكرت منها، صناعة السيارات، صناعة الإلكترونيات، صناعة يعني حتى صناعة الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية إلى آخره. في حركية وفي ديناميكية جديدة مبشرة، خصنا اليوم فقط تكون عندنا قاعدة بيانات يعني منظمة، وتكون قاعدة بيانات يعني فيها كل المعطيات اللازمة أنه تجذب أكثر يعني المتعاملين الاقتصاديين واستكشاف الفرص التي يحيطها والتي يتيحها يعني النسيج الصناعي الحالي. في حتى يعني اليوم فيه طلبة وفيه يعني شباب خضاو غمار يعني فيما يسمى بالأفكار المفتكرة والمؤسسات الناشئة، لأنه الأمر المناولة مش ملزم بالمؤسسات المتوسطة وطبع الإنتاجي، وإنما يخص أيضا أفكار مبتكرة في الجانب حتى يعني مؤسسات الناشئة وخصوصا المؤسسات المصغرة، وهذا شيء مشجع جدا. جميل. لأنه اليوم أصبحت نشوف في عقلية يعني المقاولاتية في قاعد اليوم عمل يقوم على مستوى مؤسسات الجامعة وحتى ومراكز التكوين المهني الولوج إلى غمار وعالم يعني الأعمال والمقاولاتية بشكل عام، وهذا شيء إيجابي. خصنا اليوم فقط أن نحطوا خارطة للأنشطة الصناعية والمناولة بشكل عام، وأننا يعني نحدث أكثر قاعدة البيانات اللي لازم تكون. يعني اليوم ما يخفالكش ما عندناش أرقام يعني نهائية عن عدد المناولين، يجب أولا الضبط وتحديد يعني مصطلح المناولة، لأننا نتحدث عن المناولة الغالب أننا نتحدث عن مناولة صناعية يعني منتجات نهائية. جميل. ولكن فيه كذلك يعني مناولة الخدمات، وهذا قطاع آخر وفيه فضاء يعني آخر. فضاء آخر للاستثمار، فضاء مهم جدا. الحديث عن هذا الفضاءات وهذا التفصيل هو حديث عن رهانات مستقبلية يخلي إما الجهات الوصية أو القائمين على هذا أو المهتمين به حتى من الخبراء خلينا نقول لك يرسموا بعض الأهداف على الأقل الاستراتيجية اللي عندها أولوية لباش نتحدثوا لاحقا على مناولة قوية ومتينة. طبيعة الحال أحد يعني أحد الركائز الأساسية للإنعاش الصناعي، الإنعاش الاقتصادي والصناعي في الجزائر، هو إحلال الواردات بمنتوج محلي أو ما يسمى بالإدماج الوطني. والسيد رئيس الجمهورية في يعني ندوة الإنعاش الصناعي سنة 2021 حدد هدف والوصول إلى 10 إلى 15% كنسبة مساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام. الوصول إلى 10 و15% فعلا هذا رقم أساسي مهم، يمثل طالب محلي داخلي وفرصة للاستثمار. هذا الركيزة الأولى. الركيزة الثانية والمحور الثاني هو تشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. فعلا. ولما نتحدث عن تشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات يعني نتحدث عن تصدير المنتجات النهائية بنسب إدماج محلية. خليني هنا نفتح معك قوس أراه مهما. لما نتكلموا على الإنتاج والقطاع الصناعي عموما
والمناولة فيه. يجب أيضا على المناولة أن تكون وفق المعايير الدولية. مدام رانا الآن نتكلم وكلمتني الآن عن التوجه إلى الأسواق الخارجية في محاولة التصدير، السوق الخارجية تفرض البقاء للأقوى من حيث الجودة، من حيث المتانة، من حيث الأسعار، ومن حيث المطابقة أيضا للمعايير الدولية. طبيعة الحال أن أحد الشروط يعني في بداية التدخل قلت باللي انه المناوله الصناعيه هي علاقه ما بين طرفين، ما بين مانح امر وما بين متلقي الامر. مانح الامر يعني لما يمد الطلبيه تاعو راح يمد دفتر شروط، يعني اللي نسموه احنا كاي تشارج برودوي، يعني دفتر شروط فيه كل الشروط والخصائص التقنيه وشروط الجوده التي يجب على متلقي الامر اللي هو سوتريتون انه يقوم ويحترمها. في هذا المجال يعني تناولت الان انت يا سيدي الفاضل يعني مصطلح مهم جدا اللي هو المطابقه، يعني لومولوغاسيون دي برودوي. وهذا يعني اذا سمحت لي فقط احد الرهانات الاساسيه واحد خلينا نقول المعوقات الاساسيه اليوم من اجل تطوير المناوله الصناعيه في الجزائر. بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى غياب يعني مخابر فعلا. شبكه مخابر فعلا. مختصه في مطابقه واشهاد المنتجات. هذه البعض خاصه لبعض المنتجات بعينها، وخصوصا المنتجات التقنيه، المنتجات التكنولوجيه واللي فيها بالدرجه الاولى امن وسلامه على المستهلك النهائي فعلا. وفيها يعني بعض الخصائص خصوصا ما تعلق ب يعني استهلاك الطاقه خصوصا، وانه اليوم يعني شفنا اليوم في تنافس كبير ما بين المتعاملين نحو يعني طرح منتجات ذات استهلاك طاقوي ضعيف. هنا ربما كلامك هذا ذهنيا يقودني إلى بعض الاختصاصات بعينها، لما تكلموا مثلا على صناعة الإلكترونية مثلا أكيد أنها تحتاج أقول هذه المخابر في التحليل، لأنه المواصفات الآن لم تعد فقط المواصفات الكلاسيكية أنك مثلا تعد جهاز أو منتج، الآن مطابقته للمواصفات، خطورته على صحة المواطن، على رؤية المواطن بالنظر إلى ساعات المشاهدة، الاقتراب منه، ما يمكن أن ربما يصدره من حرارة زائدة أو ناقصة، لربما أيضا تأثير تلك الحرارة الموجودة من خلال استعمال الطاقة والكهرباء فيه على بعض المنتجات وبعض الأمور الكيميائية المعدة في بعض الأجهزة، يخلينا فعلا نتكلم عن أهمية مثل هكذا مخابر متخصصة. بطبيعة الحال ولما تتفضل سيدي وتكلمت على صناعة الإلكترونيات، هي أحد الصناعات التكنولوجية وأحد الصناعات المتقدمة اللي فيها يعني مستوى تجارب أيضا، عندنا فيها تجارب وفيها مستوى عالي جدا من شروط الأمن والسلامة. تفضلت وقلت بلي فيه بعض المنتجات يعني وبعض المدخلات خصوصا ما تعلق بالبلاستيك إلى آخره فيها يعني بفعل يعني درجة الحرارة إلى آخره فيه يعني درجة وفيه خطورة على صحة الإنسان فعلا. وهنا نتحدث يعني يعني بشكل أكثر تقني، نتحدث على النورم أرواشيس، يعني ضرورة تستعمل، وهي حتى يعني ما يخفلكش حتى النورم أرواشيس بمعنى استخدام المعايير أو استخدام مدخلات ومواد كيميائية غير ضارة على صحة الإنسان حتى في لعب الأطفال، لما نعطولوش احنا أهمية بلا. لذلك فصناعة الإلكترونيات كما صناعة السيارات هي يعني مستويات وصناعات فيها روافد مهمة جدا لقطاع المناولة، باعتبار أن ذكرت أنه يعني السيارة 30,000 مكون، الهاتف نستعمله يوميا في ما يقارب 1000 مكون، لذلك هي روافد مهمة جدا لتطوير يعني المناولة محليا. يعني جانب المعايير جانب مهم جدا سواء للمنتجات المستوردة أو المنتجات يعني موجودة في السوق موجودة محليا، وهو جانب مهم جدا فيما يخص التصدير. لذلك فأحد يعني الأنشطة اللي قمنا عليها احنا في البورصة مع يعني وزارة الصناعة هو العمل يعني منذ سنوات على ما يسمى بدار الجودة. دار الجودة الآن راهي في طور الإنجاز، يعني غير كما قال السيد وزير الصناعة بزيارة لها، راح يعني تجمع كل الهيئات وكل يعني المؤسسات اللي يقع على عاتقها يعني ضمان سلامة وأمن المواطن. نوصل حديثنا معك سيد محمد دميش ممثل بورصة الجزائر للمناولة والشراكة حول هذا الموضوع، قبل أن نقف عند نشرة إخبارية مفصلة نعود بعدها. أخبار الرابعة من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين مشعل جيزادة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر.
اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتصريح التالي: Je viens de rencontrer son excellence monsieur le président Tebboune. التقيت بفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال زيارة وداع بعد انتهاء مهامي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر. شرفني السيد الرئيس بهذا اللقاء. نقلت للسيد الرئيس تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. تطرقنا لتطوير مجالات التعاون بين إيران والجزائر. أعربت للسيد الرئيس عن تشكراتي وامتناني للترحاب والتسهيلات التي لقيتها هنا بالجزائر خلال فترة تواجدي من قبل الشعب الجزائري ومن طرف المسؤولين. تواجدي بالجزائر لمدة 3 سنوات ونصف بصفتي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد شرفا كبيرا بالنسبة لي. سأشتاق للجزائر وسأحتفظ بذكريات جميلة لهذا البلد الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. تعلن المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنا واحد الذين وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة، وعليه تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في خطابي التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق. أعلن اليوم وزير التجارة كمال الرزيق خلال نزوله ضيفا على نشرة الواحدة بالتلفزيون الجزائري عن حصرية استيراد البقول الجافة بالنسبة للصناعيين للديوان الجزائري المهني للحبوب، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المنتوج الوطني والحد من فوضى الاستيراد. ولن هذا القرار لم يتخذ في 2023، هذا القرار اتخذ من طرف السلطات العليا للبلاد السنة الماضية، وبدأنا تطبيقه بمنهجية الحكومة على شطرين. السنة الماضية 2022 كان الشطر الأول متعلق بحصرية استيراد هذه البقوليات من طرف الديوان بالنسبة لما يعرف الشراء من أجل البيع. تم إعطاء الحصرية للديوان، ويلاحظ المواطن بأن الآن ديوان اكتسب خبرة في ما يتعلق بحصرية استيراد البقوليات بالنسبة للبيع الحالة، وبالتالي يستطيع أي تاجر مهما كانت صفته جملة أو تجزئة الذهاب إلى الديوان من أجل شراء هذه السلع وبيعها. هذه في كانت السنة الماضية، لأن ارتأت الحكومة عدم تطبيق هذه الحصرية دفعة واحدة، راحت بمرحلية. بدينا بالمرحلة الأولى هو حصرية فيما يتعلق بالشراء من أجل البيع، والحمد لله كما تلاحظوا المواطن لم يحس إطلاقا بأن فيه هذه الحصرية. الآن رحنا للشطر الثاني وهو الحصرية بالنسبة ما يتعلق بالصناعيين. بعد ما سنة 2022 خصصت للبيع والشراء، سنة 2023 خصصت لحصرية الصناعيين. ما يخفاش عليك بأن نحن عندنا تجربة رائدة فيما يتعلق بالحبوب بالنسبة للقمح، كان من قبل يتم استيراده بشكل عشوائي من كثير المتعاملين. الحكومة قررت أن تكون حصرية بالنسبة للديوان، لابد أن نرجع الأسباب اللي دفعت الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أولا لا يخفى عليك بأن في إنتاج محلي كبير في هذه البقوليات، والحمد لله يعني خاصة بالنسبة للحمص والعدس حققت إخوانا الفلاحين حققوا أرقام كبيرة، لكن أصبح كان من قبل عشوائية الاستيراد اللي قتل المنتوج الوطني. يعني الهدف الأول هو تشجيع المنتوج الوطني، دائما تأتي في استراتيجية حماية المنتوج، حماية المنتوج الوطني، وخاصة أن الحكومة ضاعفت فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لزراعة مثل هذه البقوليات. والأمر الثاني، القرار اللي خضته الحكومة من خلال مجلس الوزراء لتثمين هذه الشعبة من خلال مضاعفة أسعار الشراء لنشروها من عند الفلاح، مما خلى إخواننا الفلاحين أنهم يزيدوا في إنتاجهم. الأمر الثاني هو هذه الحصرية يعطي طمأنينة، ما يخفاش عليك بأن هذه حبوب تدخل في الأمن الغذائي الاستراتيجي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. تحل اليوم ذكرى 63 لأفظع جريمة ارتكبت في حق الشعب الجزائري. تجارب نووية نفذتها فرنسا الاستعمارية بصحراء الجزائر وانتهكت بها حق الحياة والأمان لأجيال وأجيال من سكان صحرائنا. وأحياء لذكرى التفجيرات النووية برقان، أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على عملية إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة ضحايا هذه الجريمة ضد الإنسانية. بعدها رفع العلم الوطني وسط مدينة رقان، ووضع الوزير والسلطات المحلية بولاية درار إكليلا من الزهور وقرأوا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وبالمناسبة أكد العيد ربيقة حرص الدولة على الحفاظ على الذاكرة الوطنية
وصونها. تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات وبهذا المكان الرمز إلى 13 من فبراير سنة 1960 لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التفجيرات النووية السطحية في ناحية رجان، تلك الجريمة المرتكبة والمنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار على كافة المستويات، والتي طالت بأخطارها الكبيرة وآثارها المدمرة في مناطق واسعة من صحرائنا، وتعدد ذلك إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض المتوسط. فلم تكن ممارسات الاستعمار تعكس تلك القيم لا نصاً ولا روحاً، فقد جنحت للإبعاد والنفي والتهجير والتقتيل والتعذيب وطمس معالم الشخصية الوطنية. حطت بعد ظهر اليوم بمطار بوفريك العسكري طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، والتي أقلت فريق الحماية المدنية بعد مشاركته في عملية البحث والإنقاذ بسوريا إثر الزلزال المدمر. وكان في استقبال فريق الحماية المدنية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرت. نقدم لكم اعترافنا بما قدمتموه من عمل العالم كل ظهر فيه، العالم كل يعني أشاد بتجنيدكم وأشاد بتدخلاتكم. كنتم الأولين المقول الوحيدين ربما في سوريا، وقمتم بعمل جد وجبار كما عهدنا هذا عند كل الجزائريين وأساسا عند عوان وضباط وعوان الحماية المدنية. فالكل يعترف بكم محليا لهنا، فرقم فخر للجزائر على الأعمال الجبارة الجليلة التي قمتم بها، شيء عظيم، وهذا ما كنا نتمناه. ولذا أبى السيد رئيس الجمهورية إلا أن نأتي هنا نوصل تحياته لكم واعترافه بما قمتم به. هذا وتتواصل جهود فريق الحماية المدنية الجزائرية بتركيا في عملية البحث والإغاثة في المدن المنكوبة جراء الزلزال، حيث تمكن أمس أعوان الحماية المدنية من إنقاذ امرأة على قيد الحياة بقيت تحت الردوم لمدة 7 أيام منذ وقوع الكارثة في معجزة أخرى. هذا واستقطبت جهود فريق الحماية المدنية الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ بسوريا، استقطبت أنظار المراقبين في المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، فصنفتها في أولى المراتب في منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية. وقد تمكنت فرق الإنقاذ الجزائرية منذ مباشرة عملها بمحافظة حلب على مستوى شارعي بستان القصر والصالحين من انتشال 34 جثة من تحت الردوم وإخراج شخص واحد على قيد الحياة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 36,000 هالك وسط وضع إنساني متفاقم وتلاشي الأمال في العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على زلزال المدمر. التفاصيل في تقرير نصير بطر. بعد مرور أسبوع على الكارثة لا تزال حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر،
حيث تجاوزت الحصيلة أكثر من 36 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، ناهيك عن آلاف العائلات المشردة الذين وجدوا أنفسهم وسط الدمار ليتغير كل شيء في لحظة واحدة. وما زاد الطين بلة موجة الصقيع التي فاقمت من مأساتهم وهم قابعين تحت العراء ملتئمين على بعض النار طالبين الدفء والأمل في انتظار وصول المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها. والأمل دليل هذه العائلات التي تسابق الزمن وإن تضاءلت الفرص وهم يقلبون الأنقاض أملا في سماع أنين قريب تحت الحطام. وسط كل هذا قوافل المساعدات الإنسانية تصل تباعا إلى المناطق المنكوبة تخفيفا لوطأة الكارثة في نفوس المتضررين. نظمت المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء بولاية بشار ندوة تاريخية بالتنسيق مع المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أكدت خلالها أن تبليغ رسالة الشهداء يعد اعترافا للأجيال الناشئة بثورة المظفرة والشهداء والمجاهدين الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر. دوليا وفي الشأن الصحراوي، وضمن زيارة ميدانية باشرها رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمود الصالح إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقف خلالها عند بعض المؤسسات الحكومية الصحراوية والمنشآت الصحية والمدرسية، حيث أكد ضرورة دعم القضية الصحراوية وحماية الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية. إلى المغرب الذي يعيش على صفيح ساخن جراء الاحتجاجات والمظاهرات اليومية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وسوء تعاطي المخزن مع مطالب الشارع، حيث أعلن الأساتذة والمتعاقدون عن تمديد إضرابهم الوطني إلى غاية الأربعاء المقبل في خطوة تصعيدية ضد سياسة نظام المخزن المتجاهل لمطالب منتسبي القطاع، فيما تحذر الجبهة الاجتماعية التي تضم العديد من المنظمات تحذر لاحتجاجات عبر كل ربوع المملكة يوم 20 فبراير الجاري تنديدا بالغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية. بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطيني في عدوان إسرائيلي فجر اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الاحتلال مخططاتها الاستيطانية دافعة الوضع نحو التصعيد الخطير. في الرياضة، زار أمس وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد ولاية بازا، وقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بالمركز الرياضي ببلدية فوكا وملعب القليعة. سبقاق أعرب بالمناسبة عن ارتياحه لتقدم الأشغال بالمركز الرياضي، مؤكدا أنه سيكون قبلة للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات. نبقى في الرياضة، والحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث حقق سهرة أمس فريق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا أمام ضيفه سانت إيلو لوبوبولو الكونغولي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل بملعب الخامس جويليا بالعاصمة. من الرياضة إلى عالم الطبخ والحلويات، حيث افتك فريق جزائري مشارك في مسابقة كأس العالم للحلويات وفن الطهي في طبعته الثانية بمدينة سوسة التونسية، افتك المرتبة الأولى في فئة صناعة الحلويات بمشاركة متنافسين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية. قدم خلالها المشاركون الجزائريون إبداعاتهم في فن الطبخ والحلويات. تم هذا الموعد الإخباري، مشاهدينا نلتقي على رأس الساعة.
متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام. وفي ملفنا الثاني دائما للحديث عن الصناعة وعن عالم المناولة فيها واقعها في بلادنا، في تجديدنا للترحيب بالأستاذ محمد دميش ممثلا عن بورصة الجزائر للمناولة والشراكة، دائما حديث عن هذا الواقع وعن هذا الرهان على الأقل في ظل الأرضية الصناعية المرتقبة. قبل أن نفصل الحديث دائما في مسألة المناولة نتكلم أيضا عن واقع يؤمل منه الكثير أستاذ محمد بالنظر إلى مناطق النشاط الصناعي الآن والمناطق الصناعية والأقطاب أيضا الصناعية الست المعول بعثها في الجزائر قريبا، هل يمكن أن يتيح هذا التنظيم وهذا التوزيع وهذه الشبكة الجديدة لعالم المجمعات الكبيرة في الجزائر أن يساعد صغار الفاعلين صغار الصناعيين في عالم المناولة؟ بطبيعة الحال، لأنه إنشاء يعني مناطق صناعية وإنشاء أقطاب امتياز صناعية من شأنه أنه يكون فيه يعني تجمع للمتعاملين الاقتصاديين، ولما نقول تجمع للمتعاملين الاقتصاديين راح نقول فيه طلب محلي سوف يتم يعني خلقه أو إيجاده من قبل المتعاملين الاقتصاديين. أي متعامل اقتصادي في إطار يعني استراتيجيته يعني التطوير ويعني النمو بحاجة إلى نسيج صناعي، ونسيج صناعي تنافسي وقريب منه، لأنه إذا كان يعني يحصل على بعض المدخلات بأسعار تنافسية في منطقة معينة وكانت هذه المناطق يعني بعيده عن يعني المصنع نتاعو راح تكون فيه تكاليف اضافيه خصوصا ما يتعلق بتكاليف الشحن. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه تجمع المتعاملين الاقتصاديين في منطقه صناعيه معينه راح يوجد يعني هذا النسيج الصناعي راح يزيد الطلب، ولما يعني لما يسمى باقتصاديه السلم لما يكون هنالك طلب كبير السعر راح ينقص لانه فيه تكاليف ثابته، التكاليف الثابتة سوف يتم تحميلها على مجموعة كبيرة من المنتجات. جميل. ما يجعل المدخلات في منطقة معينة أو لقطاع معين أكثر تنافسية. الرهان الأساسي يعني المناولة الصناعية ما عدا محور يعني الإشهاد المطابقة اللي تحدثنا عليه هو التنافسية، والتنافسية مرتبطة بعاملين أساسيين. الأول هو التحكم في التكاليف داخل يعني المتعامل الاقتصادي، وهنا في عمل كبير يجب أن يتم من قبل المتعاملين الاقتصاديين يعني بنفسهم، ما لازمش يستناو شيء آخر أو طرف آخر ولا يجي يعلمهم كيفية التسيير كيفية التحكم في التكاليف إلى آخره. الشق الثاني هو حجم الطلب، مع أنه هناك دورات تكوينية متخصصة في هذا الجانب يعني في مجال تسيير المؤسسات بالنسبة لبعض المستثمرين وبعض الصناعيين بطبيعة الحال، وخصوصا ما تعلق بالتحكم في التكاليف ويعني يعني خاصية المحاسبة التحليلية. أنه الكثير من المؤسسات الجزائرية في النظام الجزائري المحاسبة العامة يعني لا كونطابيتي جنرال هي يعني المفروضة من قبل يعني الضرائب الجزائرية، أما المحاسبة التحليلية اللي تدخل يعني في التفاصيل وتعطيك تكاليف كل منتوج وين راك تربح وراك تخسر وش من الشابيت يعني وش من الهواء مش جميل وين راك يعني تكلفة المواد الأولية وتكلفة العمل، يعني هي اختيارية في الجزائر وقليل تطبيقها. أنا ننصح يعني المتعاملين الاقتصاديين بشت يعني شك يعني مختلف يعني قطاعاتهم أنهم يروحوا نحو المحاسبة التحليلية. هذا العامل الأول. العامل الثاني لما يكون فيه طالب كبير فيه يعني تكون فيه حرية ولا قوة تفاوضية أكبر للمتعاملين الاقتصاديين أن يحصلوا على المدخلات على المواد الأولية بشكل أفضل. الخلاصة في نهاية الأمر التحكم في التكاليف ويعني حجم الطلب راح تخلي المدخلات المصنعة محليا أكثر تنافسية، ما يجعل المنتوج النهائي أكثر تنافسية ويجعله يعني للمستهلك الجزائري يعني في متناول يعني القدرة الشرائية نتاعو من جهة، ومن جهة أخرى يعطينا قيمة تنافسية وقوة تنافسية أكبر للمنتجات الجزائرية المصدرة. ما لازمش يخفانا باللي يعني التصدير ماهوش مرتبط فقط بالإرادة وإنما يرتبط بسواق تنافسية راح نكونوا فيها احنا مع يعني دول أخرى ومنتجات أخرى، وهنا الشاطر هو اللي يصيب المزايا التنافسية. جميل. أحد المزايا التنافسية تحدثنا عليها هو تحكم في تقنية التسيير. الحديث عن المناولة هو حديث أيضا عن جانب آخر أخذته السلطات العليا على عاتقها لإنعاش هذا الواقع ولإنعاش الواقع الاقتصادي عموما والجانب الصناعي على شكل خاص. نتكلم على آليات الدعم
من جهة، وصيغ الدعم، وأيضا ما يسمى بالوكالات والدواوين الخاصة بالقروض وضماناتها. الآن هناك عدة أشكال للعملية الاستثمارية، منها ما يبيح للمستثمرين بشكل تام تمويلا ذاتيا من أنفسهم، ومنهم من يعني يخلي طابع تمويل ثنائي إلى ثلاثي بنسب متفاوتة. هل لمثل هذه التحفيزات، ونذكر بين قوسين على الأقل لأنها لا قدرنا نسميها يعني مرحلة انتقالية اقتصادية حتى يعني نلج هذا الواقع الاقتصادي القوي والفعال بمناولته وبكل أبعاده، هل لمثل هكذا إجراءات أن تضفي يعني جانب فعلي وفعال لقطاع المناولة في الجزائر؟ طبيعة الحال أي متعامل اقتصادي في إطار دورة النشاط نتاعو يحتاج إلى يعني تمويل، وهنا يجب أن يدرس تكلفة التمويل، خصوصا إذا كان يعني كما تحدثنا الآن يكون فيه أقطاب صناعية ويكون فيه طلب مركز وفيه يعني حجم كبير لازم له تمويلات كبيرة. من بين يعني الآليات اللي تفضلت بها هو الوكالة الوطنية للدعم المقاولاتية الموجهة أساسا لدعم يعني المؤسسات المصغرة. النسيج الصناعي الجزائري في أغلبه هو مؤسسات مصغرة، تحدثنا كذلك على يعني الشباب الجزائري الآن اللي راهو يقتحم يعني غمار المقاولة، فيه هذه الآليات اللي يعني تعاونوا بشكل كبير جدا أنه ينطلق ويغامر، لأنه نسميها مغامرة الاستثمار في يعني في طبيعة الحال هو الاستثمار هناك هامش للربح والخسارة بالمنظور الاقتصادي المحض وعدم تأكد عدم تأكيد كبير جدا. لذلك هذه الآلية ك يعني الوكالة الوطنية لدعم المقاولة ننتظر منها الكثير، وفي عمل الآن قاعد يقوم يعني فيه يعني حتى في ضبط عملها يعني أيضا بطبيعة الحال وتوجيهها نحو يعني دوافع اقتصادية بطبيعة الحال. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني فيه كذلك من بين الحوافز الأخرى والشيء المهم جدا هو الترسانة القانونية الجديدة، وخصوصا المرسوم التنفيذي 20311 المخصص مباشرة للمناولة. مضمون المرسوم هذا فيه إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمناولين عند استيرادهم لمدخلات أجنبية موجهة في إطار المناولة. هذا حافز كبير جدا مع يعني اشتراط نسبة إدماج تتراوح ما بين 40%، لأنه الهدف الرئيسي من وراء هذا المرسوم هو إعطاء تنافسية للمنتوج المحلي. وتشوف سيدي أن يعني نأكد ويعني نتناول يعني موضوع ومصطلح مهم جدا اللي هو التنافسية، لأنه المتعامل الاقتصادي عنده أي متعامل اقتصادي يعني عنده يعني حلين، إما أن يحصل على المدخلات هو يعني الهدف الأساسي نتاعه ويحصل على مدخلات بأقل تكلفة ممكنة شيء شرعي بالنسبة لي. إذا كان المنتوج المحلي يستقام له أغلى من المنتوج الأجنبي بطبيعة الحال سوف يضطر أنه يشوف المنتوج الأجنبي فعلا. لذلك فإنه يجب أن نركز على تنافسية المنتوج المحلي. المرسوم التنفيذ 20311 جاء في إطار هذا يعني هذا الفلسفة هذه. خلينا نختم سيد محمد دميش من باب البورصة وخطتها لهذا العام لتدعيم قطاع المناولة. قلت تكلمنا على التشريعات، على التخطيط، على التنظيم، على مناطق النشاط الصناعي، على التمويل، على آلية التمويل، دور البورصة في هذا الاتجاه إضافة إلى يعني المحور الرئيسي ويعني خطة عملها الرئيسية المتضمنة يعني تكثيف اللقاءات ما بين مانحي الأوامر ومتلقي الأوامر والتعريف بالنسيج المحلي الوطني، في يعني مجموعة من الخطوات اللي يعني قررتها البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أبرزها هو إعادة يعني الطبعة تنظيم الطبعة الثامنة للصالون الوطني الصالون الدولي للمناولة في نوفمبر 2023، واللي أصبح يعني سنة حميدة يعني كل سنة، واللي يعني تعرف يعني مشاركة نوعية وكمية من يعني من موسم إلى آخر أو من سنة إلى أخرى. الشيء الثاني فيه كذلك يعني حتكون فيه بإذن الله يعني أيام تقنية لكل شعبة صناعية بحد ذاتها، يعني صناعة السيارات عندها الخصوصيات نتاعها راح ننظموا لها بإذن الله إن شاء الله يعني أيام تقنية، صناعة يعني صناعة الكهربائية والإلكترونية حتكون عنده أيام تقنية وين حيتلاقاو يعني المتعامل الاقتصاديين مانحي الأوامر ومتلقي الأوامر، ويكون في حديث تقني ما بين يعني المتعاملين. الخطوة الثالثة الكبيرة إن شاء الله نعمل عليها هو يعني إنشاء قاعدة بيانات، وفي حديث أنه إن شاء الله حتكون على مستوى موقع وزارة الصناعة حتى تسهل
يعني التعريف بالنسيج الوطني وتسهل يعني للفرص الموجودة للاقتصاد الجزائري فيما يخص المناولة الصناعية بشكل عام. كل الشكر لكم سيد محمد دميش ممثل بورصة الجزائر للمناولة والشراكة، تحدثنا بكل تفصيل عن تحديات وأفاق المناولة الصناعية في بلادنا، شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لك سيدي. شكرا. ملف الأخير في ظهيرة اليوم مشاهدينا الكرام نخصصه للتكوين وفي الجانب السياحي فيه بعد هذا الفصل.
إذن ملف الظاهرة الأخير مشاهدنا الكرام نقف فيه عند التخصصات التكوينية في المجال السياحي بعنوان دورة فبراير 2023. ما هي مجمل تحضيرات المراكز التكوينية المختصة في مجال السياحة ببلادنا، وكيف يمكن التنسيق بينها وبين الوزارة الوصية وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتصدير برنامج تكويني فعال يستجيب إلى الاحتياجات الوطنية في الرهن الحديث؟ لتفصيل أكثر أقول ورحب معكم مشاهدينا الكرام بكل من أولا السيد سيوسف حريحي مدير معهد التكوين أو مدير معهد التعليم المهني المتخصص في الفندقة والسياحة في حجوت ولاية بازا. مساء الخير سيدي، شكرا على تلبية دعوة الظاهرة. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. دائما أرحب أيضا معكم مشاهدينا الكرام بالسيدة دليلة قادري مديرة المعهد الوطني للتكوين المهني المتخصص في الفندقة والإطعام والسياحة ببن عكنون. مساء الخير سيدتي. مساء النور، شكرا على الدعوة. إذن في البداية بداية خاصة، مدام نحن على أهبة استقبال موسم تكويني آخر ثاني لهذا الموسم بعد دورة سبتمبر دورة فبراير، نتكلم في البداية السيد سيوسف حريحي عن التسجيلات والتحضيرات لها حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بلي أن تسجيلات لدورة فبراير اللي هي تكملة لدورة سبتمبر، دورة سبتمبر 2022 تكملة، يعني الناس اللي ما سامحهمش الحظ نعطيهم فرصة أخرى في التسجيل فيها خلال هذه الدورة إن شاء الله. وللتأكيد باللي التسجيلات بدأت من 8 جانفي إلى غاية 18 فبراير، والدخول الرسمي يكون إن شاء الله يوم 23 فبراير 2023. وقصد التحضير لهذه هذه التسجيلات عقدنا عدة اتفاقيات، عندنا اتفاقيات من أجل التكفل الأمثل بالمتربصين وطالبي التكوين لا سيما في مجالات السياحة، وهذا من خلال تحضير جلسات عمل مع مختلف الوكلاء الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال السياحة لا سيما الفنادق والوكالات السياحية. الغرض منه هو من أجل إجراء التربصات التطبيقية للتكفل بالمتربصين الملتحقين بالمعاهد. قبل ما نصل في الاتفاقيات سيدي، خلينا نروح نقطة بنقطة لتعم الفائدة. سيدة دليلة قادري، دائما في صلب حديثنا عن التسجيلات، إذن التسجيلات الرسمية وكما ذكر سيد سيوسف بدأت رسميا من 8 يناير وتمتد حتى 18 فبراير هذا للحديث عن الدخول رسميا في 23 على الأقل على مستوى المعهد الوطني للتكوين، المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في الفندقة والإطعام والسياحة ببن عكنون. مسألة التحضير لعملية التسجيل هذه ومسألة أيضا التحسيس والأبواب المفتوحة إن كانت تحفيزا لما يمكن تحفيزه من الشباب لولوج هذه التخصصات. شكرا لكم. تكملة لما قاله زميلي، دورة فبراير هي دورة تكميلية لدورة سبتمبر من كل سنة، ومن أجل إنجاح هذه الدورة تم إدراج وتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية على مستوى الوطني وخاصة على مستوى ولاية الجزائر، حيث أنه تم تنظيم أبواب مفتوحة في كل مناطق الولاية، وكانت هناك إقبال كبير من طرف الشباب الراغبين في التسجيل. بالنسبة للسياحة والفندقة والإطعام على مستوى ولاية الجزائر، هناك معهد وطني متخصص في هذا المجال، وهناك كذلك مراكز التكوين المهني. هذه المراكز هي التي تقوم بتكوين مستويات من الأول إلى المستوى الرابع، والمعهد يكون في المستوى الخامس بجميع أنماط التكوين. هناك نمط الحضوري، هناك نمط عن التمهين، وهناك نمط كذلك عن المعابر والدروس المسائية. هذا فيما يخص المعهد. بالعودة إلى السيد سي يوسف حريحي، دائما في مسألة استقطاب المتربصين الجدد، لو نتكلموا على قبل نتكلم على الشهادات الممنوحة نتكلم على المستوى المطلوب والمرحلة العمرية أيضا التي ربما هي مهمة أيضا في عملية التسجيل. نذكر باللي قطاع التكوين والتعليم المهني
يمنح في مراكز التكوين والمعاهد الوطنية 5 شهادات، وبالإضافة إلى التكوين المهني يوجد عندنا التعليم المهني. التعليم المهني هو نمط آخر، هو مسار آخر للنجاح، يتحصل فيه تلميذ على شهادتين. الشهادة الأولى اللي هي الطور الأول شهادة التعليم المهني، والشهادة الثانية هي شهادة التعليم المهني العليا، يعني تكملة للفرع المتبع. جميل. يعني المتحصلين على شهادة التعليم المهني بإضافة أنهم عندهم الحق أنهم يتحصلوا على شهادة، أو بإمكانهم المعابر عن طريق المعابر إلى تحصل على شهادة تقني سامي التي تعادل شهادة التعليم المهني العليا. هذا فيما يخص التعليم المهني. أما فيما يخص التكوين المهني عندنا 5 شهادات. الشهادة الأولى هي اللي هي شهادة المستوى الأول، شهادة التعليم المهني المتخصص يتوج بها المستوى الأول، والشهادة الثانية اللي هي المستوى الثاني اللي هي شهادة الكفاءة المهنية، والشهادة الثالثة هي شهادة الكفاءة المهنية، والشهادة الرابعة هي شهادة تقني، أما الشهادة الخامسة اللي هي أعلى مستوى هي شهادة تقني سامي. بالتالي أن التنويع الشهادات على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهني من مستوى حتى بدون مستوى إلى غاية اللي عنده حتى الجامعيين، بدون مستوى أنه يتحصل على شهادة التعليم المهني المتخصص كما كنا نقوله، يعني ما يتشرطش سن معدد، وما يشترطش يعني مستوى دراسي، إلا آخر مستوى اللي هو شهادة تقني سامي. شهادة تقني سامي بإمكان حتى الجامعيين اللي شاهدناها مؤخرا، جامعيين يلتحقوا بزاف بقطاع التعليمين، الظاهرة جميلة احنا استحسنناها. هذا يدل على أن القطاع التكوين التعليمي راه في المسار صحيح. جميل. وهذا المسار صحيح ما جاش كما نقولوا عبثا، وبجاء عن طريق توصيات والتعليمات التخطيطية الاستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة الوصية على رأسها السيد الوزير، الذي يحث دائما في التعليمات تاعه لابد التكفل الجيد بطالبي التكوين، يعني أثناء وقبل وبعد. أثناء التكوين من خلال تحيين البرامج التكوينية مع متطلبات اقتصاد السوق. ثاني شيء البرامج التكوينية كل خطرة تحين عن طريق الاستدعاء خبراء اقتصاديين وعن طريق معاهد وطنية، وما يطلبها عالم الشغل أيضا، وما يطلبها عالم الشغل أيضا. تزويد المراكز والمعاهد قطاع التكوين المهني بمختلف التجهيزات البيداغوجية المطلوبة، والتجهيزات البيداغوجية اللي موجودة على مستوى القطاع التكوين المهني الحمد لله موجودة على مستوى المؤسسات الاقتصادية الكبيرة. وبالتالي المتربص ولا الملتحق بقطاع التكوين المهني راح يلقى برنامج تكوين قيم، بالإضافة إلى تجهيزات تساعده في الاكتساب مهارات جيدة، بالإضافة للشيء اللي نثمنه في قطاع التكوين المهني هو إدراج مواد تاع المقاولاتية بالتنسيق مع وكالات الدعم والتشغيل. جميل. وبالتالي المتخرجين السداسي الاخر قبل ما يتخرجوا نزرعوا فكره المقاولاتيه في التلميذ. جميل. كفكر وكثقافه، كفكر بالتنسيق مع دار مقاولاتيه ولا دار مرافقه كيفاش نعيطوها في القطاع التكوين التعليمي المهني، ومع وكالات التشغيل ويجوا يديروا حصص. هنا وين نتكلموا على المقاييس المتخصصة في إدارة الأعمال، إدارة المؤسسات، وكل ما تعلق بعالم المقاولاتية. عالم المقاولاتية والمتربص يعني كي تحصل على شهادة عنده فكرة، يعني ما يقعش تاه، يعني الإنسان عنده فكرة كيفاش ينشأ مشروع. جميل. وبالتالي الإنسان احنا الشيء اللي كنا نفتقده أن الإنسان كي يتخرج وين يروح. وأيضا نذهب من هذاك الفكر إلى محاولة الوصول على الوظائف الشاغرة في بعض المؤسسات، إلى فكر بناء مؤسسات ذاتية اللي من خلالها يمكن نفتحوا حتى مناصب شغل بطبيعة الحال لبعض الشباب الآخرين. وبطبيعة الحال وهذا ما يسعى له القطاع التكوين التعليم المهني من خلال إنشاء كل سنة صالون الابتكار. صالون الابتكار هذا الغرض تاعو هو اكتشاف إبداعات قطاع التكوين التعليم المهني والمتربصين الذين استطاعوا أن تقديم مشاريع مبتكرة. جميل. مكنتهم في إنشاء مؤسسات اقتصادية. جميل. نشرك أيضا السيدة دليلة قدري في هذا الكلام اللي هو أكثر من مهم سيدتي. إذن حتى هذا القطاع الآن بات يفكر عن اقترابه من الواقع الاقتصادي الموجود. نتكلم الآن على تكوين من أجل تكوين فعال، لا نتكلم عن تكوين من أجل التكوين ومنح الشهادات. الآن أصبح هذا القطاع مجتهدا في ربط علاقات مع المؤسسات الاقتصادية على تنوعها. نتكلم اليوم على
الجانب السياحي على وجه الخصوص من أجل محاولة إيجاد خارطة تكوينية له تكون فعالة أكثر على أرض الواقع الاقتصادي الوطني. بالنسبة للشريك الاقتصادي هو لا يمكن التخلي عنه، فقطاع التكوين والتعليم المهنيين يعمل جاهد بطريقة إتخوات يعني ضيقة مع الشريك الاقتصادي، لأنه إحنا لا يمكن تكوين شباب من أجل التكوين، نكون شباب من أجل القطاع الاقتصادي حسب متطلبات القطاع الاقتصادي. بالنسبة لقطاع الفندقة الإطعام والسياحة هناك احتكاك قريب جدا مع المؤسسات الفندقية، مع المتاحف موجودة على مستوى ولاية الجزائر. جميل. وتكون التخصصات المفتوحة دائما حسب الطلب هذه المؤسسات، وكذلك إجابة إلى رغبات الشباب. جميل. احنا نتكلم بصفة أكثر على ما يسمى بنمط التمهيل. نمط التمهيل اللي هو فعال في هذه عملية الربط بينكم بين هذه المؤسسات السياحية والفندق. طبعا ما نمط التمهيل وحتى في نمط الحضوري هو المتربص حقيقة أنه على مستوى المؤسسة التكوينية مدة الأسبوع، ولكن هناك مراحل نسموها تربص على مستوى المؤسسة المؤسسة الاقتصادية. يعني ما هو يعني يكون متربص في نمط حضوري، عنده فترات زمنية يروح للمؤسسة الاقتصادية، وهناك عقود بين المؤسسة التكوينية ومركز التكوين هذه. طبعا هذه العقود تتيح أيضا أفضلية لهذه المؤسسات. أولا لو نتكلموا من الجانب المادي البحث، نعرف كل مؤسسة تحوس على جانب الربح فيها، ماذا عن توفير يد عاملة مؤهلة لها، خلينا نقول لك بالمجان أولا. ثانيا كل مؤسسة لها أن تطلع على السيرة الذاتية حضوريا، مدام تكلموا على فترة تربص طويلة ونمط التمهين، ويكون عندنا الممتهن هذا في هذه المؤسسة ونقدر نقدر قدراته أنها تستجيب للاحتياجات الفندقية. إذن فعلا هذه المعاهد تقوم بخدمة كبيرة أكيد للاقتصاد الوطني، وقبل ذلك لهذه المؤسسات في حد ذاتها. لا أستطيع أن أعطي أرقاما صحيحة يعني دقيقة يعني دقيقة، ولكن متربصين خاصة كما ذكرت في نمط التمهين نقوله 80% فعلا يتحصلون على منصب عمل في ذات المؤسسة. الوكالة الوطنية للتشغيل السنة الماضية رسميا تحدثت على ما مجمله 63% من أصحاب نمط التكوين عن طريق التمهين وظفوا في هذه المؤسسات رسميا 63%. لأنه الشريك الاقتصادي عندما نعطوا له متربص راه على مستوى مؤسسته راه يكون فيه وراه يتعلم الحاجيات تاع هذيك المؤسسة. هذا يعني راه يكون في الموظف المستقبلي للمؤسسة. مواكبة التطورات الحاصلة على الجانب الاقتصادي عموما وأكيد الإجراءات والقانون الموجود فيه، نتكلم سي يوسف حريحري عن مثلا إدراج ما يسمى الآن بالأفكار المبتكرة والمشاريع المبتكرة، ماذا عنها في قطاع التكوين في الجانب السياحي؟ فيما يخص المشاريع المبتكرة تكون عن طريق أول شيء عن طريق الاتفاقيات التي تمت أبرمت على مستوى المحلي أو على مستوى الوطني. أول شيء نذكر بالاتفاقيات الإطار المبرمة على مستوى الوزارة تاعنا مع وزارة السياحة، وينبثق عنها اتفاقيات على مستوى المحلي. هذه كل الاتفاقيات تمكن المتربصين باش يزولوا الدروس تاعهم نظرية على مستوى المؤسسة التكوينية، والدروس التطبيقيه يكون على مستوى الفنادق او الوكالات السياحيه او كيما نقولوا السياحه نقولوا الثقافه يعني فني ما تخصصات كيما تسمح لي نهضر على تخصصات تخصصات مثلا تاع تنشيط السياحه المحليه كون اللي عندها يعني عندها علاقه بالجانب الثقافي الجانب السياحي ثقافي. يعني قطاع التكوين والتعليم المهني راهو كشريك لمختلف القطاعات، وحنا اليوم باش رانا نتناولوا على قطاع السياحه او قطاع الثقافه فيما يخص نموذجا التخصصات اللي موجوده على مستوى القطاع السياحه فيما يخص تخصص مثلا الفندقه خيار اداره وتسيير الفنادق الاستقبال تنشيط السياحه المحليه. هذه تخصصات قبل ما نفتحوها على مستوى المؤسسه او قبل ما تحضير العروض التكوين على مستوى المؤسسه يتم اول خطوه هي تحضير العروض التكوين، ثم هذه العروض التكوين
تعرض على مستوى المجلس التقني الإداري والبيداغوجي اللي موجود على مستوى كل ولاية اللي يترأسوا السادة المدراء الولائيين. هذا المجلس التنسيق الإداري والبيداغوجي تعرض عليه الخريطة البيداغوجية لمستوى الولاية. سيد الوزير دائما ينادي في الخرجات الميدانية تاعو على ضرورة إعطاء الطابع خصوصية كل ولاية. يعني كل ولاية عندها لازم تدير خريطة بيداغوجية تاعها حسب خصوصيتها. حسب خصوصيتها. معقول جدا. قصد التكفل بالمؤسسات الاقتصادية الموجودة على مستوى المحلي. جميل. وبيكون هذا على تكون دراسة مسبقة أولا على عملية اسمها عملية التنقيب على مراكز التنقيب على كيما نقولوا التنقيب على المؤسسات مؤسسة اقتصادية من أجل إدماج المتربصين هذو المتمهنين الشركة في هذه العملية التكوينية. بعد العروض التكوين اللي تفوت على المجلس التقني والبيداغوجي اللي المستوى على مستوى الولاية يعرض هذا الملف على مستوى لجنة الشراكة. لجنة الشراكة هذه يترأسها السيد الوالي وبحضور جميع المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على مستوى الولاية. جميل جدا. ويقعد الإثراء يعني مفتوح مفتوح لجميع المؤسسات الاقتصادية لتقديم تخصصات التي توجدها موجودة على مستوى المدونة تاعنا أو اقتراح تخصصات جديدة ترغب فيها تخصصها. يعني يسمى التكوين حسب الطلب. جميل. هنا نتكلم أيضا على سيدة دليلة قادري على وظيفة الأرضية الرقمية للقطاع في هذه العملية بعد تحديد كل الأمور اللي تكلم عليها الآن سي يوسف حريحري. الآن وظيفة كبيرة أيضا تقوم بها المنصة الرقمية مهنتي في عرض ما تم تحضيره من تخصصات ومن اتفاقيات ومن تفاعل مع الأرضية الاقتصادية على الأرضية الرقمية يمكن من خلالها للشباب معرفة التفاصيل تفاصيل أماكن التكوين في المراكز المختصة كيفية التكوين المستوى وكثير من التفاصيل اللي تسهل العملية برمتها. طبعا منصة مهنتي هي منصة رقمية من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين. هذه المنصة تسمح لجميع الراغبين في أي تسجيل على مستوى الوطني أنه يطلع على كل التخصصات الموجودة على المستوى الوطني. وكما ذكرتم يمكن أنه يشوف فيها التخصصات الشروط الالتحاق بذلك التخصص وكذلك الشهادة المتوج بها. وعلى مستوى منصة مهنتي يتم التسجيل الأولي الشاب يمكن له أنه يدخل لها ويدير تسجيل أولي في انتظار تأكيد التسجيل أنه تما وين لازم عليه يروح للمؤسسة التكوينية ويحط الملف دياله باش يأكد التسجيل الأولي اللي كان داره على الرقم على المنصة مهنتي. نعرف أيضا سيد يوسف حريحري أنه ما يسمى بمعلم التمهين إذا صح التعبير الموجود على مستوى المؤسسة له علاقة بمراكزكم. أكيد أنه وجوده في قطاعات أخرى غير القطاع السياحي يكون أيضا مخضوع أو خاضع لبرنامج عمل في المجال السياحي. هل هناك خصوصية في التعامل وفي التواصل مع المدربين هذا إذا صح لي يعني تسميتهم بهذا الاسم؟ نذكر باللي قطاع التكوين والتعليم المهني في الاستراتيجية الجديدة تاعو هو درجنا ملف تاع معلمي التمهين. معلمي التمهين هذو لازم يكون داروا التكوين على مستوى المؤسسات. جميل. راه يتم التكوين تاعهم على مستوى المؤسسات تاعنا وبالتالي على يسموه دفتر التمهين. كيفاش يرافق هذا المتمهن او المتربص في المؤسسة الاقتصادية؟ صدلو يكون عنده برنامج كاين عنده مؤطر كل المتربص ولا المتمهن كيروح المؤسسة الاقتصادية عنده الناس اللي أطروه ويرافقوه حتى التخرج تاعه. تفضل. والمرافقة تاعه والمرافقة هذه تكون من طرف هذا معلم التمهين التي قلنا الوزارة راهي تسعى للتكوين تاعهم على مستوى المؤسسات التكوينية من أجل التكفل الجيد بالمتربص. كل التوفيق لكم ولكل القائمين على قطاعي التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الدخول دورة فبراير هذا. كل شكر لك سي يوسف حريحري مدير معهد التعليم المهني المتخصص في الفندقة والسياحة حجوت ولاية بازا. شكر مشكور أو السكر موصول أيضا للسيدة دليلة قادري مديرة المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في الفندقة ولاية العام والسياحة بابن عكنون. شكرا جزيلا لك سيدتي. شكرا. بهذا نأتي معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد من الظهيرة. نلقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.